تصور أعداء الإسلام لأهل الإسلام أن خروج المرأة للتعليم المختلط والعمل أيا كان نوعه أن ذلك واجب من الواجبات، وأن خروجهن للمحافل والمجتمعات المختلطة ضرورة من الضروريات التي لا ينبغي أن يفرط فيها، وصوروا للمرأة أن جلوسها في البيت سجن لها وشلل لطاقتها، وكأن وظيفتها في هذا الوقت صارت خارج البيت لا داخله، ولا زالوا يبثون سمومهم حتى أصبح ذلك واقعا مسلما. وإن كان ذلك مما يصدقه النساء لضعف عقولهن، فعجم من رجال دهمتهم الغفلة وشاركوا في فصول هذه القصة المحزنة فاستسلموا لهذه الجريمة النكراء ولم يستفيدوا من عبر الزمان وعظاته. إن اختلاط النساء بالرجال في الدراسة أو العمل جريمة عظيمة في حق المجتمع عموما وفي حق الأسرة خصوصا، لما ينتج عن ذلك من الإهمال وضياع البيوت وتشتت الشمل وتخلخل البناء حتى يتهاوى. إن منتهى الحسرة والغبن أن يزج المرء بزوجته أو محارمه إلى هذه الأماكن المختلطة التي تجني بعدها المرأة كل هم وكمن، فتبدأ تحس بتغير شخصها الذي كانت تعهده، ولكن لا سبيل إلى عودته كما كان، وهي لا تزال تعيش في هذه الأمكنة المليئة بالفوضى. وإن من أعظم ما دعا الناس إلى هذا الإسفاف والتهاون تساهل الكثير بأمر الفضيلة وذهاب الغيرة والحياء من القلوب، والنظر إلى المجتمع أنه فعل ذلك فنفعل مثل فعله، تقليد حتى في الأخطاء، كما أنه قاد بعض الناس إلى ذلك الفعل المشين ضعف الثقة بالله عز وجل، وكأن الأرزاق بيد البشر وأن الوظائف هي التي تؤمن الرزق، ونسوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأدهى من ذلك أن يكون القائد إلى زج النساء في الأعمال المختلطة الجشع واستثمار راتب المرأة ولو كان على حساب الرجولة أو الكرامة، فيبدأ يرى تغير أحوال زوجته ونسائه ولا يتكلم لأنه حريص على المال، بل والأدهى أنه لو أراد أن يجلسها في البيت بعد عملها فبعدا له حين ذاك. فليس الأمر كما لو لم تختلط المرأة وتكسر قيود الجرأة، فيا أسفا من واقع مخزن لا ندري كيف نعالجه إذا لم يكن ثم رجال يشعرون بالمسؤولية. إن الاختلاط يولد أخلاق السوء ويجعل المرأة مسترجلة جريئة مهما كان عندها من الحياء، لأن انعكاس الطبع في عملها سيكون أثره في المنزل. تدخل المرأة إلى مكانها المختلط أول مرة هادئة ساكنة، ثم بعد أن تخالط الرجال فإذا بك وقد رأيت امرأة ترفع صوتها كما يفعل الرجال، ثم يأتي الزوج يشتكي بعد ذلك وأنه يعاني من عدم الاحترام ونسي أنه هو الذي فتح الباب على نفسه، وأخرى تترفع على زوجها، وثالثة تتعامل مع زوجها بالألفاظ البذيئة، وفي مكان يتجمل فيه الشباب تجمل النساء لك أن تتصور ما يحدث من الهرج والمرج وانفلات الأخلاق من قبل النساء، سواء كان بالضحكات العالية أو العطور النفاثة أو الملابس الوقحة أو أعظم من ذلك وأبعد. فيا لموت الفضيلة، لا نقول مقولة السفهاء أنا ابنتي ثقة أنا زوجتي ثقة، كل الناس يقولون ذلك حتى الفجرة. وما انتشار الفاحشة والفساد إلا بسبب هذا التساهل المشين، كيف يسمح رجل يعد نفسه رجلا لمحارمه أن تدرس أو تعمل مع رجال ذكور يتفننون في طرق الإصطياد؟ وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. قيل لامرأة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد، أي قرب وسادة الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. المرأة يجب أن تكون بعيدة عن الرجال حتى تبقى مصونة. قال الله تعالى:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ألا يظن أن من زج بنسائه في هذه الأماكن أنه يعرضهن للفتن؟ فترى أصنافا من الرجال وأشكالا من الفتن، جمال خلقة، حلاوة أسلوب، تفنن في اللباس. ثم ألا يظن أنه حين يرسلها إلى هذه الأماكن أنها ستكتشف نقصه من خلال رؤية غيره؟ لقد اعتنى الإسلام بالوقاية من أسباب الاختلاط وتعاطيه، لما ينتج عن ذلك من الخلل وانهيار الأخلاق، بل إنه منع منه حتى في الشعائر العظيمة، فكيف بالكماليات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الصلاة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: خير مساجد النساء بيوتهن. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر، كما حرم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، والتي يقود إليها هذا الاختلاط حماية للنساء والرجال من مكائد الشيطان. ولذا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.